السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. هاي محاضرة علم الأدوية الثلاثة للطالبات الصيدلة. اليوم احنا طبعا خلصنا هلا كلام عن أغلب الأنتيبيوتكس، هلا بدنا نحكي على اليورينري تراكت أنتيسيبتكس، الأدوية اللي بتعالج او سبيسيفيسيتي اكثر على اليورينري تراكت، وبعدين رح نحكي على الانتيسبتكس، المعقمات اللي رح نستخدمها في المستشفيات والعمليات الجراحيه او على الجلد، واخر وبعدين حنحكي على حنبلش في محاضره اليوم على الانتي مايكوباكتيريا. ما حنخلصها طبعا اليوم، بس راح نبلش فيها. اوكي، يورينري تراكت انتيسبتكس اللي هي المضادات الحيويه اللي احنا بنستخدمها لليورينري تراكت. مهم كتير هون انك تضيف الادويه اللي حكيناهم، سواء في البنسلينز او حكيناهم بالسيفالوسبورينز او حكيناهم بالدي ان اي انهبيترز، الادويه اللي تستخدم باليو تي اي باليورينري تراكت انفكشن. هذولاك اوريدي حكينا عنهم، هذولاك الادويه اوريدي حكينا عنهم، تمام. وهون هذا ان اوريدي حكينا عنهم انه بيستخدموا لليو تي اي، فاي دواء بيستخدم باليورينري تراكت انفكشن، سلفونامايدز كمان حكينا عنهم، فبتضيفيه هون في هاي الكاتيجوري. بهاي السلايدات ححكي عن الادويه الجديده اللي ما انذكرت في المجموعات الدوائيه تبعت الانتي بكتيريال. طيب، يورينري تراكت انفكشنز هي بريفالنت، يعني موجوده بكثره او تنتشر بكثره في الـ women of childbearing age. أنا ناقشت معكم شو يعني childbearing age من قبل. childbearing age هو العمر التي المرأة بتقدر إنها تنجب فيه. إحنا يعني بنقدر نحكي يعني بعد البلوغ بفترة لحديت يعني الأربعين، هلا في بخلفوا بعد الأربعين، بس نحط بالنا إنه فوق عمر الخمسة وثلاثين بتزيد نسبة إنه المرأة إنها تخلف أطفال فيهم إعاقات، أوكي، زي مثلاً الداون سيندروم، بتزيد النسبة بعد عمر الخمسة وثلاثين وبتزيد بكثرة بعد عمر الأربعين، إضافة لكومبليكيشنز ثانية، لمشاكل ثانية عم بتصير على الحامل لما الوحدة لما تحمل بعمر كبير. فالتشايلد بيرينج إيج اللي هو بيكون أكثر إشي بتكون المرأة فيها نسبة الحمل الآمن يكون فيها عالي، and the elderly كمان في الكبار في السن. الكبار في السن بالذات الميلز بصير عندهم مشاكل في البروستات. مشاكل البروستات هاي ممكن انها تعمل عندهم احتباس في البول، ممكن تعمل عندهم مشاكل في الجهاز البولي. إيكولاي هي المسبب الرئيسي، is the most common pathogen، بتسبب 80% من uncomplicated UTI. uncomplicated urinary tract infection. شو يعني uncomplicated urinary tract infection؟ ايش يعني uncomplicated غير معقد؟ ال uncomplicated urinary tract infection يعني هو infection بس موجود في ال urinary tract، ما بشمل معاه infection في الجينيتو، في الجينيتال organs. يعني infection بس موجود في الجهاز البولي وما عم بصير complicated، ما عم بيتعقد بمشاكل أخرى في الجهاز التناسلي. أوكي، هذه هو الفكرة بال uncomplicated urinary tract infection، السبب بكتيريا في الـ UTI في الـ urinary tract ومش مصاحب إله مشاكل infection أو أي مشاكل أو أي انسدادات أو أي إصابات في الجهاز التناسلي. Staphylococcus هي المسبب الثاني، is the second most common pathogen causing urinary tract infection. is the number one هي E. coli. ثاني سبب هو ال staphylococcus. most drugs used in UTI don't achieve antibacterial concentration in blood but are concentrated in urine. الأدوية اللي بتستخدم للurinary tract infection لازم تتركز في البول، لازم توصل للبول بكميات علاجية تعطينا الأنتي بكتيريال إفكت. يعني إذا إحنا متذكرين لما حكينا على ال شو كان اسمه اللي هو بالدي إن إيه،
كان عندنا بالدي ان اي انهبيترز، كان عندنا كلهم بيعملوا بيستخدموا باليو تي اي ما عدا دواء واحد يستخدم باليو تي اي. ليه؟ لانه هذا الدواء لا يخرج عن طريق اليورين، ما بتركز في اليورين، اللي هو شو كان اسمه، موكسيفلوكساسين، نسيت اسمه. المهم انت متذكريته لانه حكيناهم في الجدول، قلنا كلهم يستخدموا باليورينري تراك انفكشن ما عدا اخر دواء كان بحرف الام، قلنا لا يستخدم لانه ما بتركز في البول. فمهم كتير الدواء اللي يستخدم في اليورينري تراك انفكشن يتركز في البول بتركيزات توفر لي الانتي باكتيريال افكت. يعني ممكن انها ما تتركز بالدم بس تتركز في البول بنسب اعلى، اوكي؟ ممكن تتركز في الدم ممكن لا، بس المهم انها تتركز عندي في البول. الميثنامين اول دواء رح نحكي عنه، هو بيعمل، هو جو في البول بينتج ماده الفورمالدهايد. الفورمالدهايد هي ماده بتقتل البكتيريا او توكسيك للبكتيريا، بس لاحظوا هو بروديوس الفورمالدهايد في الاسيديك بي اتش ان يورين، يعني لازم اليورين يكون اسيديك. عشان هيك عاده بينعطى بينعطى معاه بينعطى معاه دواء او بنعطى معاه او هو نفسه الميثنامين موجود بالحبه، موجود معاه ويك اسيد، موجود معاه حمض ضعيف. ليه؟ عشان الحمض الضعيف يعمل البول حمضي، البول لازم يكون 5.5 او اقل، بصيرش البول يكون قاعدي، بصيرش يكون 7 او 8 ونسب عاليه من القاعدين، لانه اذا كان قاعدي الميثنامين ما راح يتحول لماده الفورمالدهايد اللي بتقتل البكتيريا. فمشان هيك الميثنامين عاده بينعطى نفس الحبة يكون فيها حمض، يكون فيها حمض ضعيف، ماندريك أسد أو الهيبوريك أسد، وهلا حنحكي عنه. طيب إذا الفورمالدهايد أد أسد بي اتش بنتج مادة أو بتحول للميثنامين بالأسد بي اتش بفرز مادة الفورمالدهايد أو بتحول للفورمالدهايد. الفورمالدهايد توكسيك تو موست بكتيريا في اليورين أو في اليورينري تراكت، so they don't develop resistance to it. يعني هو رح يقتل البكتيريا، رح يكون سامع البكتيريا والبكتيريا ما حتعمل ريزيستنت لإله. ميثنامين usually formulated عادة بينعطى مع ويك أسد زي الماندليك أسد أو الهيبوريك أسد to keep اليورين أسدك، عشان يخلي اليورين حامضي. وفي عنا هون سؤال حلو كتير، avoid يعني إذا المريض عم بياخد الميثنامين فبده يعرف إنه ممنوع ياخد الكربوني، avoid البيكربونات while using الميثنامين. البيكربونات موجود بكتير من الفوار اللي بيستخدموه للurinary tract، الفوارات هاي اللي بيستخدموها بيشربوها عشان بيقولوا مثلا عندك كريستالات بالكلى، عندك أملاح، عندك حصوات، عندك الأشياء بالكلى، عادة بيعطوه فوار بيكون في مادة الصوديوم بيكربونات. ف بدك تعرف في المريض اللي بياخذ ماده الميثنامين ممنوع ياخذ الفوارات تاعت التهابات المسالك البوليه، لانه هاي الفوارات راح تحول، انا ما احكي لك ليش، انت راح تحكي لي ليش، حنحكي في المنصه ليش. افويد الصوديوم بايكربونات مع الميثنامين وانت راح تقولي لي ليش. should not be used for upper upper urinary tract infection زي مرض البيلونو فرايتس، لانه يعني ما بيتاخذ اللي هو الالتهابات اللي بتصير في الكليه، بتاخذ لالتهابات المسالك البوليه اللي بتكون سفليه مش في الكليه. because alkaline urine caused by proteus bacteria which is resistant to methinamine. تمام، اذا هو ما بينعطى بحاله البايلونفرايتس. هاي نفرايتس، البايلونفرايتس هو التهاب في الكليه، التهاب في النفرون، بايلونفرايتس. بايلونفرايتس هو التهاب بالنفرون، وهذا الالتهاب هو المسبب الرئيسي له هو البروتياس بكتيريا. البروتياس بكتيريا اوكي بتعمل اليورين الكالين، بتخلي اليورين قاعدي. طبعا احنا في حال عطينا الميثنامين في هاي الحاله فما حيكون فعال على هاي البكتيريا، البكتيريا هاي حتكون مقاومه له، لانه هاي البكتيريا اللي بتسبب التهابات في الأبر يورينري تراكت، يعني بسبب التهابات بالكلية، مش التهابات في المثانة وفي اليوريثرا، مش التهابات في قناة البول والمثانة، لا، التهابات في الجزء العلوي من الجهاز البولي اللي هو الكلية، التهابات في النفرون. هاي البكتيريا بتعمل اليورين الكالين، واحنا عارفين
الميثنامين هلا حكينا عنه شو بيحتاج عشان يصير فعال، بيحتاج الاسيد بي اتش. يعني الميثنامين بدنا نحكي عنه برو دراج لانه هو بتحول للماده الفعاله في اليورين الاسيدك. اذا كان اليورين الكالاين، سواء كان الكالاين انه الشخص اخذ صوديوم بيكربونات، او سواء كان الكالاين انه الشخص عنده التهاب البروتيست بكتيريا اللي بتصيب النفرونز، اللي بتصيب الجزء العلوي من الجهاز البولي، الميثنامين ما بيكون فعال بهيك حاله لانه ما بيقدر يتحول للماده الفعاله. سايد افكتس له ممكن يعمل جي اي تي ديستربنسز، مشاكل في الجي اي تي ات هاير دوز، بالجرعات العاليه ممكن يعمل البومين يوريا اند هيمات يوريا. بالجرعات العاليه ممكن انه يعمل اللي هو البومين يوريا، يعني انه يصير فيه بالبول البيومين بروتين في البول، او هيمات يوريا هو يصير في البول دم. كونترا انديكيتد بالهيباتيك ورينال انسفيشنسي، اذا في مشاكل في الكبد او مشاكل بالكليه، فمشاكل في الكليه يعني فيلر في الكليه، مش مشاكل في الكليه قصدي التهابات في الكليه، قصدي فيلر في قصور في عمل الكليه، ساعتها ما بينعطى هذا الدواء. اذا هاي اول دواء. ثاني دواء النيتروفيرانتون. النيتروفيرانتون هو دي ان اي انهبيتر، بياثر على دي ان اي تابع للبكتيريا، فعال بالايكولاي والجرام بوزيتيف كوكاي، بالجرام بوزيتيف بكتيريا والايكولاي. مشكلته اذا المريض عنده جي 6 بي دي ديفيشنسي اللي هو جلوكوز 6 فوسفو، نسيت الاسم، حكيناه في السلفونامايدز. هذا الشخص اللي هو التفول عنده، اذا اخذ اي شيء في صويا فهو راح يصير عنده هيموليتيك انيميا، تكسر في الدم. فهذا الشخص ما بصير انه ياخذ النيتروفيرانتون، لانه النيتروفيرانتون هيعمل عنده تكسر بالدم، هيعمل عنده هيموليتيك انيميا، يعني كانه ماخذ فول، كانه ماخذ صويا. كمان من الاعراض الجانبيه جي اي تي ستريس، اكيوت نيوموتايتس، التهاب كمان في الرئه، ونيورولوجيكال بروبلمز ممكن تصير. طبعا احنا عندنا هاي الاشياء مش حتصير مع الكل، حتصير مع الناس اللي هم عرضه اكثر لهذا الاشي. اوكي، الناس اللي مثلا عندهم مشاكل في الاعصاب، الناس اللي اوريدي عندهم مشاكل في الرئه، فيحدد هاي الحاله عندهم. كونترا انديكيتد ان رينال امبيرمنت، ممنوع ينعطى لحدا عنده قصور في الكليه او مشاكل في الكليه او فشل في الكليه. And women who are 38 weeks or more in pregnancy، يعني 38 weeks or more احنا بنحكي اتوقع انه بتكون دخلت في الشهر التاسع، لا دخلت او اخر الثامن. اوكي، اتوقع انه بتكون الحمل كله تقريبا 42 اسبوع بحسب الاسابيع، هو بكون احسن. فهو ممنوع ينعطى ل وحده حامل باخر الثامن، باخر الثامن او في ايوه او في في اخر الثامن او في اول التاسع. شو السبب؟ حتى ممنوع ال يعني هو السبب مش على الام، هو السبب على البيبي. اوكي، خلينا نفكر شوي، البيبي شو عنده مشكله اول ما ينولد؟ البيبي كان اعتماده على شو في الام؟ كان يعتمد على كل انزيمات الام. طيب البيبي لما ينولد كيف بيكون حال الكبد عنده؟ طيب هذه هي الفكره، هيك بدي افكر. فشو راح يعمل؟ شو حيكون البيبي عرضه لاكثر لشو؟ اوكي، بس هاي هي الفكره، خلينا نفكر فيها اكثر قريب من موضوع السلفونامايدز. لما البيبي، لما الام بالاخر 3 شهور تاخذ السلفونامايدز، كمان نفس الاشي، حيكون انزيمات البيبي مش كافيه، فلانه عنده بنولد الكبد عنده لسه مش نشط كفايه لانه كان يعتمد على انزيمات الام. فشو ممكن يصير؟ اي سايد افكت ممكن بالنيتروفيرانتون اذا الام كانت باخر شهر بالحمل واخذته، ايش السايد افكت اللي حيكون واضح جدا في البيبي؟ طيب الفينازوبايريدين هيدروكلورايد، هذا
هذا الدواء حاليا يعني الـ FDA عم تدرسه كنوع من الاوتو سي بحاله الالتهابات المسالك البوليه. احنا في عندنا مشكله بالمسالك البوليه انه بتكون مصاحب لها بمغص، مصاحب لها بتبول ممكن يكون نوعا ما لا ارادي، او بصير الواحد ما يقدر يمسك حاله مثلا عند التبول، بيرنينج كمان اللي هو الحرق اللي بتصير مع المسالك البوليه. هلا هذا الاشي عم نضطر انه الشخص ياخذ اكثر من دواء، مثلا الحرقه عم بياخذ صوديوم بايكربونات، وكمان ممكن ياخذ المراه ممكن تاخذ غسولات، كريمات معينه تخفف الحرقه، غسولات مهبليه وكريمات مهبليه تخفف الحرقه. بالنسبه للمغص اللي ممكن يصير او للالم اللي ممكن يصير، عم باخذ انتيكولينرجيك وباراسيتامول. ممنوع ناخذ بحاله التهابات المسالك البوليه، ممنوع ناخذ انسيدز، ناخذ الباراسيتامول، وعم ناخذ اضافه لهيك الانتيبيوتيك، فعم ناخذ مجموعه من الادويه. طيب ليش انا مثلا الانتيبيوتيك اوريدي راح اخذه، الادويه الثانيه الثلاث ادويه هاي اللي عم باخذها عشان اخفف الالم واشيل الحرقه واتحكم بموضوع انه المريض ما يصير عنده تبول او يصير ما يقدر يتحكم بالتبول، ليش ما ناخذ دواء واحد يجمع كل هاي الافكتس مع بعض؟ الفينازوبايريدين هيدروكلورايد هو مش انتيبيوتيك، ما راح يقتل البكتيريا اللي في اليورينري تراكت، بس هو حيشتغل انالجيسك على اليورينري تراكت، حيخفف من المغص والالم اللي بيصير في اليورينري تراكت لما يكون في عندنا التهاب. والديسيوريا كمان اللي هو الصعوبه في التبول، او الارجنسي كمان ما بصير عند المريض ارجنسي، بصير عنده مش قادر يمسك البول، او البيرنينج اند فريكوانسي اللي هو كمان ممكن يكون عنده حرقه، او ممكن بصير عنده العدد اللي بيكون عنده التهاب في البول. مرات بصير عنده حاله زي انه كل شوي عم بيروح يتبول بس كميات قليله، بضله حاسس انه هو بده يتبول ومش قادر، يعني ما في بول عم بيطلع، كمان هذا من احد العلامات. ممكن كمان يصير عنده احتباس في البول، قادر يتبول كمان، هاي شغله ثانيه. او الارجنسي دائما حاسس حاله زحمان، اوكي هاي كلها من علامات الالتهاب. مايت كوز اورنج كلر اوف يورين، بغير لون اليورين للاورنج. لساته اندر ستدي الاف دي اي، لسه حتى الان ما عطته الابروفال. فكاوتو سي كدواء اوتو سي زي الفوار تبع البول هيك الفكره تبعه، يصير ينعطى مع الادويه اللي بتعالج الالتهابات المسالك البوليه. طبعا هون في سؤال حنشوفه بعدين ان شاء الله في المنصه ان شاء الله.